نناقش هذا الموضوع مشاهدينا مع ضيفنا من مدينة بون الألمانية السيد جاسم محمد، رئيس المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبار. سيد جاسم، أهلا بك معنا. شهدنا خلال الفترة الماضية دعوات أوروبية فردية تطالب شركات التواصل الاجتماعي بحجب رسائل التشدد والعنف. هنا نتساءل، أين دور البرلمانات الأوروبية والحكومات؟ الحكومات، هنالك انتقادات كثيرة إلى الحكومات الأوروبية بأنها لم تنهض في مسؤوليتها في محاربة الإرهاب والتطرف. ولو تحدثنا عن البرلمانات، هنالك ربما فهم متأخر، وهذا الفهم المتأخر إلى الدعاية المتطرفة إلى تنظيم داعش وخاصة عبر وسائل السوشيال ميديا جاء متأخرا. فلذلك نجد أنه شرعنة القوانين بدأت مرحلة جديدة ربما جاءت متأخرة، والحكومات للأسف هي ما زالت تعتمد على محركات الإنترنت في منع أو حجب المواد المتطرفة أكثر مما تنهض في مسؤوليتها. ما عدا ذلك، هنالك جهد بصراحة في المفوضية الأوروبية وفي الاتحاد الأوروبي، هنالك جهود ربما أكثر وضوح من الدول الأوروبية بشكل منفرد. طيب، تجربة صعبة مر بها العالم حين توسع داعش في العراق وسوريا واشتد عنفه وإرهابه في أوروبا. لا نغفل أيضا أسلوب الدعاية الذي كان الجاذب الأكبر للمقاتلين الأجانب. ما هي الخطوات التي يجب على شبكات التواصل الاجتماعي القيام بها برأيكم لصد تلك الدعاية ومنع وصولها للمتلقي؟ هنالك محركات تستضيف مواقع متطرفة إلى التنظيم، وهنالك منصات أيضا تدعو إلى الإرهاب وتمجد دعاية تنظيم داعش، فيجدر في هذه المحركات أن تكون لها رقابة أكثر، ويجب أن تكون هنالك أيضا تنسيق مشترك مع الحكومات. يذكر على سبيل المثال بعض الحكومات وجدت بصمة رقمية أكثر تطورا تشترك بها مع محركات الإنترنت، إضافة إلى أنه مشاركتها أيضا في وجود بيانات مشتركة ما بين محركات الإنترنت والحكومات. ما عدا ذلك، محركات الإنترنت ذاتها بدأت تعتمد على خبراء ومستشارين في مكافحة الإرهاب ومحاربة التطرف. فإذا العمل لا يعتمد على طرف واحد، على طرف محركات الإنترنت، لكن أيضا يعتمد على الحكومة. فإذا إيجاد صيغة توافقية وإيجاد بروتوكولات أوسع وشرعنة هذه القرارات، والأكثر أهمية هو حذف أو سرعة حذف المحتوى أكثر مما يأخذ فترة طويلة على الإنترنت يطلع عليه يعني الشباب أو الذي يميلون إلى التطرف. في بلدان خليجية شهدنا أستاذ جاسم إنشاء مراكز متخصصة في محاربة الفكر الإرهابي كمركز اعتدال في السعودية، صواب في الإمارات. هل هذا يكفي لمحاربة المادة الدعائية والأساليب التي تتبعها المنظمات الإرهابية على الشبكة العنكبوتية برأيكم، بالإضافة إلى ما ذكرت حضرتك أنه مسؤولية الحكومات وأيضا مسؤولية محركات الإنترنت؟ هنالك أمن مجتمعي يجدر بالحكومات، ما عدا موضوع يعني هذه المراكز التي تكون لها دور قيادي، لكن هذه المراكز هي غير كافية، أيضا يعتمد على أن يكون هنالك سياسات أيضا مجتمعية يعني تشمل أيضا المؤسسات التربوية، الأسرة، إضافة إلى بعض المنظمات تقوم أيضا في مهمة محاربة التطرف والإرهاب يعني على الأرض، إضافة إلى محاربة التطرف الموجودة على الإنترنت. فإذا العمل لا يكفي فقط في هذه المراكز، هي غير كافية، وإنما يجدر أن تكون هنالك سياسات ثابتة في دع يعني ردع الإرهاب وكذلك محاربة التطرف مجتمعيا. شكرا جزيلا لك لهذه المشاركة. حدثنا من مدينة بون الألمانية السيد جاسم محمد، رئيس المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبار.